السلام عليكم. على السلام بخير. انا لا باس بخير. انا زين. انا عندك شي مشكل؟ اي عندي مشكل كبير اودي شريف. عندي مشكل كبير طاح في واحد الواد كبير، ماشي غير واد صغير، واد كبير. اش واقع؟ عندي واحد الجار انا وياه شي مشاركين واحد الدويريه 50% لواحد، 50% لواحد. فين البلاصه هادشي؟ في الدرب مولاي شريف. انا في حي محمدي. اه بلوك الرياض، تزيئات الرياض، زنقه اوتيسما. انا وهاد السيد مشاركين الدار، متزاعين مع الكريال تحت. عطيت له واحد الوكاله باش يشد المحامي. يبقى ينوب عليك في المحكمه. اه ينوب عليا يشد المحامي. انا ما مساليش، انا كنبيع غير كرواسه والقاليط. عندك شي محل كتبيع فيه كرواسه؟ لا غير في الزنقه. غير ولد باب الله. كروسه؟ اه ولد باب الله. ولد باب الله. شويه ملي خرج هذاك السيد من تماك، فاش عندنا النزاع، قال لي تعطيني 6 المليون. قال لي راه نتحاسب انا وياك. قال لي هاد 6 المليون ديالاش؟ قال لك ديال المحامي والمحاميه. قال لي اودي راه خديتي عندي مليون و24000 ريال. ما عليناش، دابا من هنا بدا الصراع ديالك. اييه من تماك بدا الصراع. كيفاش وقع؟ شنو وقع؟ اشنو وقع؟ مشيت مع السبعة النهار 20/7/2016، مشيت غادي ندخل مع المغرب، مشيت لقيت الباب مسدود. مسدود بالزكران، درت الساروت ما بغاش يتحل الباب. زدت مشيت جبت المطرقة كنضرب اللوح الباب، خرجت مرتو وولدو. ملي خرجت مرتو وولدو قال لي سير بعز منا. قال لي ما جايش عندكم، هو جاي لداري. استلمتي ماما؟ اي. هز ولدو العصا، ضربني من الراس. ها هي ضربني من الراس. مشيت الامن، مشيت عند البوليس ديال الدرب مولاي الشريف. اش من دائره؟ 32. 32. ملي مشيت قال لي ودي غادي نصيفطوك للبيرمانونس، حنا سالينا. سل عند الشرطه في الريج نوار. مزيان. مشيت للريج نوار تروازيام، شجلوا هذاك الشيء اللي قال لهم. قال لي سير دابا انت وجد لنا المسائل ديالك، وغدا غادي نلقى الدوسي في الدرب مولاي الشريف. يعني شدوا معاك الاجراءات؟ اي الاجراءات. سير السيرتيفيكات ديالك. اي. ملي رجعت مع 12:30 ديال الليل، لقيت الباب مسدود. هزيت عندي المطرقه كنضرب عاوتاني، كنضرب نطيح الباب. هو وجد الماء طيب، هو معول عليا وجد الماء طيب. ملي كنزوق حل الشر فوق الباب، عندنا الشر فوق الباب. شاد السل ديال الماء كب عليا. لاح لك الماء طيب؟ الماء طيب، النار. وكان نقز ونغوت وكاع الجيران راه كيشوفوا، كاع الجيران الجوقه اللي لازمتو. ملي كب عليا الماء كنقز وربي اللي خلق، كنغوت ربي اللي خلقني حتى سخفت. ملي سخفت ناضوا الجيران داروا التليفون للبوليس، راه كلشي الجيران جمعوا لي كارطات يشهدوا. وجات مرتو، ملي جات مرتو كتغوت كتقول لي خلي الكلب يموت، خلي الموت الكلب الجيفه. راه عندنا الفيديو ديالو، عندنا الفيديو. اه دوني للسبيطار، انا مغيب. ملي فقت لقيت الدري ديال الدرب حدايا، جابوني لغد. مشيت درت الشهاده ودفعت الامن ديال الدرب مولاي الشريف. ديما كنمشي يومي، كنت السيمانه كنمشي. انا في الزنقه، شويه لقيتو صيفطوا لي الله يحفظ. لا ودي علاش صيفطوا لي الله يحفظ؟ انا السيد كاين وانا كنجي، وصيفطوا لي الله يحفظ. قال لي هاك باش تخرجوا من الله يحفظ، عطاني النمره. ها هي باش خرجتهم من الله يحفظ، ها الطلب باش خرجتهم من الله يحفظ. خرجتيه من الله يحفظ؟ اييه. وطلبت سنه كيان. فين ردوا مني خرجتهم من الله يحفظ؟ عن الشرطه القضائيه. انا اللي درت لهم الطلب للشرطه القضائيه. هذا الاخراج من الحبس. اييه. ما عطاوكش ارسالي باش ترسلوه؟ واحد الرقم كيعطيه لك، كيقول لك راه هذا الرقم باش ها الرقم اللي عطوني في المحكمه. قال لي سير تبع الملف ديالك، هو هذا.
وانا كيقولوا انهم رسلوه اييه لفرقه الشرطه القضائيه في محمد بن عيسى بتاريخ 7/3 7/3 7/3/2017 اييه اللي كان فاش سميتو اللي كان في عند الشرطه القضائيه وديما كان مشي يوميا كان مشي فين كتمشي؟ كنمشي عند الشرطه القضائيه هنايا في السنكيام ولكن كيما كان مشي كنرجع ما كان نجي حتى الجواب سير حتى نصيفطوا ليه واش حلوا على شي ضابط عطاو شي فرقه باش باش يشتغلوا على الملف ما طولوا كيفاه؟ قالوا هاك تمشي عنده ما غير كان مشي عنده هو والو كان عطيه ما سميتو كيقول لك كاين هذا كاين اشنو كاين؟ قال لك هذا الملف راه كاين واحد سير حتى عرفناه كاين راه كاين ارساليه انا ولكن فينا هو الله اعلم في قال لك فين امتى كيكون في الدار امتى كيكون فين كيكون قال له ودي سنصرف للمحكمه هو سنصرف للمحكمه هو سنصرف للمحكمه اي الملف اللي درت ليه كيقول لك كنخليك حتى الاخر نخسر عليك جوج دراهم قال لك كلشي القضاء في جهه واستمعوا لك هنايا في الشرطه القضائيه ولا ما استمعوش ما سامعونيش ما عرفت كيفاش دار هذاك السيد كما كيقول راه كنلقاه كما كيقول راه كنلقاه كان مشي اي بلاصه كيتسد عليا الباب ديالو اي بلاصه كيتسد عليا الباب مشيت اليوم عاوتاني والو هذا الصباح هذا غير اليوم مع 12 كانت عندهم كدعهم قال لي بقى تما قال لي ما عندناش الملف ديالك قال لي شل تروازام قلت له ودي راه قال لي راه تروازيام راه جيت من عندهم راه خارج عندكم ها هو قال لي اسيدي لا سير للمكتب ملي مشيت للمكتب قال لي راه ما كاينش اللي كيشوف الارقام وخرج بحالتي انا عارفوني ما قاري ما والو كيتجو فيا وجو فيا هذه ماشي مساله قرايه هنايا كاين محضر جاهم من المحكمه هاد الناس هادو واش ما عندهمش ما توصلوش به توصلوا به عندهم عندك شي رساله باغي توصلها انا علاش درت هاد الفيديو كنسمع لسيدنا كيتخلف هاد الشيء ودرت هاد الفيديو الله ينصرو يوقف معايا يشوف في حالتي انا عام ونص هذه ما داخلش لداري انا كنعس غير في الزنقه الى الان وهما ساكنين وانا عندي داري وكنعس في الزنقه وكنطلب في النعس انا كنطلب محمد السادس يتخلى في المشاكل ديالي راه هذا قال لك القضاء كلشي في يدو قال لي القضاء جميع القضاء في يدو في الجهه قال لك جوج دراهم ديال التليفون اللي كنخليك عندنا الدوسي ما حضرش جوج خطرات ما حضرش لا حليه السنه و 26 في السرقه ديفا وما حضرش وقيدوا مخالفه وفي الاخر حكموا عليه ب 4 شهور سيرسي و 7000 درهم ديال الدار من غير هذه الجريمه راه فايت ساد عليا فايت ساد عليا 2015 شهر 11/2015 وساد عليه عاوتاني 20/7/2016 راه ملي درت لي الاستئناف قال لي راه غادي تحكم بحال هكذاك قال لي غادي تحكم في الاستئناف بحال هكذاك قال لك راه غادي نخسر عليك عاوتاني جوج دراهم وشي لجري وشد المحامي ختاما انت كتوجهني ديك تبلع لما كتوجهني ديك ختاما لما كتوجهني النداء ديالك لمحمد السادس عاش الملك عاش محمد السادس الله ينصرو يوقف لي مع هاد السيد راه قال لك كيعرف كلشي القضاء انا ما عندي فين نمشي اي الباب اللي مشيت كيتسد عليا راه انا كنتعرض للخطر انا كنعس في الزنقه انا كاول البرد راه البرد راه الناس كيحيدوا الاخرين من البرد وهذا خرج لي البرد شكرا نقولها لك صريح العباره حتى لو تنازل الاسره ديالو عن حقها حنا كاولاد دربهم حنا كاصدقاء ديالو حنا كخوتو حنا ما غنتنازلوش هادشي راه حشومه وعار وحشومه حنا لا ما عندنا لا حق لا قانون واخا هذه بلاد الحق وبلاد القانون وبلاد الديمقراطيه وحيا سيدنا محمد السادس وكنتحملكم نتوما مسؤوليه كصحابه باش الراي العام يوصلوا هذا الخبر ويعرف اش كيوقع مع المواطن على الواجهه